تحدي مسافة الألف ومئتين متر بحثا عن انتصار جديد في سجل السباقي، وأيضا أسماء تبحث عن انتصارها الأول من خلال تقدم الآن جناح الدعية في السياج الداخلي برفقة جينيوم في المنتصف المرتب الثاني، وكذلك جاكستا في المركز الثالث، وقدوم أميرلو جولد يذهب من الخارج بحضور روك ساوند، وكذلك بشوات الذي يحاول مع ملاقة أيضا، وكذلك محاولة قدوم جايدا. هنا نتابع مشاهدين الكرام أميرلو جولد مع كاميليو أوسبينا من الخارج برفقة جناح الدعية في السياج الداخلي. هنا التحدي، هنا القدوم، هنا الصدارة تشتد أكثر فأكثر. هنا يتقدم أميرلو جولد بطول كامل، هنا مطاردا تاجينيوم وكذلك جناح الدعية وكذلك بحث قايدة مع السياج الداخلي، ولا زال أميرلو جولد في الصدارة يبتعد ويوسع الفارق في ظل مطاردة كل من روك ساوند وكذلك تاجينيوم الذي ينقض إلى المرتبة الثانية مطاردا للمتصدر. حتى الآن أميرلو جولد يحافظ على الصدارة بدخول قوي من تاجينيوم لانتزاع الصدارة على خط النهاية في تنافس جمع جياد وأفراسي ثلاث سنوات أكثر مفتوح الدرجات في تحدي مسافة الألف ومئتين متر. استطاع تاجينيوم بالدخول من الخارج.